هو ايه علاقة تحولات المصريين بالخارج بانخفاض تصنيف مصر للائتمان؟ وهل في علاقة بين الانخفاض اللي حصل ده وبين بيع مصر لأصولها؟ وايه دخل السوق السوداء في الموضوع؟ باختصار كده ركز معايا في الفيديو ده عشان هلخص لك اللي بيحصل دوت سريعا كده. بشكل عام انا بشبه اللي بيحصل ده دلوقتي بكأنه مسلسل، وبطل المسلسل هو المصريين اللي عايشين بره. المشهد الاول في المسلسل ده هو انخفاض تحويل او تحويلات المصريين بالخارج بنسبة قد ايه؟ 20.9%، نسبة كبيرة جدا. سجلت قد ايه التحويلات بقى؟ سجلت 6.4 مليار دولار خلال الربع الاول في 2023. طيب لو جينا نحلل المشهد ده كده هنلاقيه يا جماعة كارثي، لان ببساطة بعد ما كانت مصر خامس اكبر متلقي للتحويلات الخارجية في 2021 و22 بقيمة وصلت ل 31.9 مليار دولار، فاحنا لو مشينا او متوقع ان احنا لو يعني ماشيين بنفس الوتيرة دي ترتيب مصر هيقل تماما. طيب لو عملنا مقارنة بسيطة كده بين تحويلات اللي عاملين بالخارج في الدول التانية وبين مصر هنلاقي ان في فرق كبير جدا. يعني مثلا الهند، الهند بيجي لها تحويلات بقيمة 100 مليار دولار، طب المكسيك 60 مليار دولار، طب الصين 51 مليار دولار. يعني الانخفاض اللي حصل ده خلانا بعاد تماما. طيب السؤال هنا، ايه حصل خلى تحويلات المصريين تقل بالشكل ده؟ وليه او ايه دخل السوق السوداء في الموضوع؟ الحقيقة هو اكتر من سبب. السبب الاول تقلبات سعر الصرف، ده خلى المصريين اللي بره يبعتوا فلوس على القد ويحتفظوا بالدولارات الباقيه معاه. السبب الثاني السوق السوداء، من كوارث السوق السوداء ان بعض المصريين بيفضلوا تحويل الدولارات بعيدا عن البنوك علشان يبيع هو بسعر اكبر، فبالتالي المبالغ دي كلها ما تتسجلش من ضمن التحويلات. السبب الثالث التضخم، التضخم مؤثر على معظم لو ما كانش كل الدول، ده خلى طبعا في زياده في تكاليف المعيشه فبالتالي التحويلات قلت. نقطة سريعة جدا كده، كنا شفنا مؤخرا ان البنوك بتعرض كمان على الناس اللي بتحول فلوسها من بره ان هم ياخدوا فلوسهم مصري بدل دولار او يسيبوها في البنك اسبوع 10 ايام، بس الحقيقة النقطة ديت اختفت على طول. طيب عموما كنا اتكلمنا قبل كده عن مصادر كتير ممكن يجيبنا منها تحويلات دولارية، بس انا دلوقتي بقول ان اهم مورد للاقتصاد المصري حاليا هي التحويلات الاجنبية او تحويلات المصريين بالخارج، دي اللي هي ممكن تجيلك فورا دلوقتي، لكن لو انت انتجت او صنعت الكلام ده كله هياخد وقت. طيب بعد ما حللنا المشهد ده هنلاقي ان ترتب على انخفاض تحويلات المصريين بالخارج نقص كبير جدا في النقد الاجنبي في مصر، وده يودينا للمشهد الثاني، تم تخفيض تصنيف مصر الائتماني لبي 3. يعني ايه الكلام ده؟ بص ببساطه كده، كل دوله بيكون ليها تاريخ ائتماني، يعني الدوله دي خدت قرض كام مره، سددت في ميعاده ولا لا، ايه المشاكل اللي عندها ممكن تاثر على قدرتها على السداد، فتاريخك الائتماني بيحدد قدرتك على الاقتراض. طبعا انت وصل لك دلوقتي تحليل المشهد الثاني، بس خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، كون ان مصر تقل في تصنيفها الائتماني البي 3 من بي 2 فده معناه ان قدرتها على الاقتراض قلت، وان هي في وضع مش معروف بالنسبه للدول الثانيه او الهيئات الحكوميه او الدوليه، مش معروف هل هنقدر كمصر نسدد ديوننا ولا لا. وبناء على الكلام ده وكاله موديز اللي كلنا عارفينها للتصنيف الائتماني قالت لك ايه؟ قالت ان مصر مش هتاخد قروض تاني لان اصلا في ديون لسه ما سددناهاش، وطالما يا مصر انت عندك اصول تقدري تبيعيها فبيعيها وسددي ديونك الاول بدل ما تسددي ديونك بديون تانية، والله اعلم انت كمصر هتعرفي بقى تسددي ولا لا، واللي ده بسببه اصلا قل تصنيف مصر البي 3. فبالبلدي كده مصر بتلف في دايره تقريبا مقفوله. اي حد يقول لك طب الكلام ده ازاي وان لسه من كام يوم اعلن البنك المركزي زياده في احتياطي النقد الاجنبي ووصل ل 34 مليار دولار؟ ببساطه جدا ان الناس قالت لك اه انت عندك 34 مليار دولار بس مش بتوعك، لان من ضمنهم 28 مليار دولار انت اصلا مفترضهم، فيبقى لك قد ايه؟ 6 مليار دولار. لو افترضنا ان نصهم هوت ماني او اموال ساخنه هيتبقى ان انت معاك بس 3 مليار دولار. ده يودينا للمشهد الثالث، طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي تشمل 18 قطاع ونشاط اقتصادي. طبعا بعد التراجع اللي حصل لمصر في التصنيف الائتماني كان لازم ناخد خطوة، والأول مرة بيتم طرح 32 شركة مصرية في البورصة أو جزء من الشركات يعني بيتم طرحها في البورصة أو لمستثمر استراتيجي يعني، وكمان عدد الشركات دي قابل للزيادة على فكرة علشان نوسع من مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة. وبيني وبينكم كده يعني احنا عارفين ان ده اصلا شرط من شروط صندوق النقد. الشركات دي بتضمن بنك القاهره والمصرف المتحد واللي احنا عارفين تقريبا ان هم رايحين للسعوديه. ايه تاني؟ هنلاقي معظم الفنادق وعارفين تقريبا ان هو رايح لصندوق ابو ظبي.
طب ايه كمان؟ البنزينات، وعارفين ان هو رايحين لادنوك او يعني دبي او الامارات. الكلام ده كان ممكن يتم عرضه او عدد الشركات ديت على مرتين او ثلاثة، بس احنا سرعنا بيه دلوقتي حالا على طول. طب ليه؟ علشان عايزين نعجل الشريحة التانية بتاعت صندوق النقل الدولي. علشان كده بنتوقع حوالي اربع حاجات. واحد، رفع سعر البنزين، هيحصل اجتماع لجنة تسعير محروقات او الطاقة ويتم رفع سعر البنزين 10%. اتنين، ارتفاع سعر الفايدة الاجتماع الجاي البنك المركزي. ثلاثة، زيادة التضخم، التضخم وده اللي شفناه النهاردة ومتوقعين ده اللي هنشوفه كمان الفترة الجاية. أربعة، اكتمال مرونة سعر الصرف، هيزيد سعر العملات أمام الجنيه. كل المشاهد دي بتأكد إن تحويلات المصريين بالخارج مصدر مهم جدا لما كانش الأهم كمان للعملات الأجنبية، فلازم الاهتمام بيه وهيساعد بشكل كبير جدا في حل المشكلة. في النهاية يعني أتمنى إن شاء الله ربنا يقدم الخير، وأتمنى أكون قدرت أوضح الصورة. شكرا.